طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير ومرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين بالتعاون مع مركز آمنة لتدريب الأسرة والطفل في الجزء الثاني من سلسلة تربية الطفل. اليوم العنوان بتاعنا الأبوين والمفاهيم التربوية بين الاتفاق والاختلاف. جلسة يعني سعدنا جدا جدا أن يكون معنا دكتورة سلاف العاقب، اختصاصي صحة عامة وطب المجتمع، عندها ماجستير صحة عامة وصحة مناطق حر في انجلترا في لندن، وكذلك دكتور احمد كاظم السناري اللي هو اخصائي وخبير تجميل الاسنان وتصميم الابتسامة من السعودية، وحرم المصون استاذة داليا عباس هدايت الله، عندها ام بي اي وهي دي بي اي كانديديت دكتورة اوف بزنس ادمنستريشن جامعة الخرطوم، حاليا في السعودية، والاثنين بيدخلوا من حساب واحد. وبالطبع الأستاذة إيثار صلاح التاي، اختصاصي في الإرشاد والصحة النفسية من خرطوم السودان. الجلسة هيكون ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هيكون في مقدمة عن مفهوم التربية، أسس وعناصر التربية، نقاط الاختلاف والتوافق بين الأبوين، دي هتغطيها أستاذة إيثار، وأهمية الاتفاق في أسس التربية بين الأبوين قبل الزواج، أثر الاختلاف في الأبوين في أسرة التربية على نفسية وسلوك وشخصية الطفل، ده بتغطيها دكتورة سلاف العاقب. ودكتور كاظم وأستاذة داليا هم أبوين موجودين حاليا يعكسوا تجربة الاتفاق والاختلاف في التربية، فسعيدين جدا وإكسايتد صراحة، يعني الحاجة دي أول مرة نعملها وحنتعلم منها كثير كلنا، وشاكرين جدا جدا لأستاذة إيثار على إنها وضعت كل الأمور مع بعض. أستاذة إيثار تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله، شكرا جدا دكتور أنور على المقدمة الظريفة، شكرا دكتور كاظم، داليا ودكتور سلاف اللي انتم معنا الليلة في جلستنا الثانية من سلسلة تربية الطفل. وزي ما قال دكتور أنور، الليلة احنا عايزين نتكلم عن التربية بين الاختلاف والاتفاق بين الأبوين وكيف هي بتأثر على الأطفال. ممكن حدي مقدمة بسيطة. لما نقول تربية نحن بنقصد شنو؟ ممكن من الجلسة الفاتت كان عندنا أهم معلومة أو أهم كلمة قلناها، إنه التربية مبادرة، يعني إحنا اللي بنبدأ نربي أطفالنا وننتظر أطفالنا لحد ما يغلطوا أو أطفالنا لحد ما يتصرفوا بطريقة معينة حتى بعد كده أنا أقول أصلح ولا أغير أو أوجه. فكرة التربية إنها مبادرة من الأول. طيب، التربية عموماً هي مجموعة من القيم، يعني إحنا بنزرع في الطفل، عايزين نزرع في الطفل شنو؟ بنزرع قيم، بنزرع أخلاق، بنزرع العادات حقتنا، التقاليد، التعاليم الدينية، المفاهيم، الأخلاقيات الاجتماعية، كل الحاجات اللي لها علاقة بأنا كأم وبالأبو إحنا بنكون عايزين نزرعها في أطفالنا. طيب الحاجة دي ليه مهمة؟ ليه بنزرعها؟ أول حاجة التربية، إحنا الجلسة اللي فاتت كنا بنتكلم على إنه التربية بتأثر على المجتمع والمجتمع بيأثر على التربية. فإذا أنا عايز يكون عندي مجتمع سليم، مجتمع قويم، أنا لازم أتعامل مع التربية بطريقة أساسية. معلش تمام. طيب، فلازم اتعامل مع التربيه بطريقه جاده، اوكي، ولازم تكون هي حاجه اساسيه في الاسره بتاعتي. التربيه مهمه لانها بتعمل لي تقويم للفرد، التربيه مهمه لانها بتعمل لي تقويم للمجتمع كامل، التربيه مهمه لانها بتاثر في شخصيه الطفل. يعني هي ما بس بتاثر لي في سلوكه، إنه هو حيكون طفل سلوكه قويم ولا لا، هو حيكون ممكن مضر للمجتمع أو طفل ما في خالص ما بيفيد أي زول، لا، أنا بتكلم على إنه هي بتأثر حتى على شخصية الطفل، هل هو حيكون طفل سوي أو لا، هو طفل حيكون معه شايل مشاكل، شايل تراكمات، عنده مشاكل نفسية، عنده كمية من الـ يعني الحاجات اللي ممكن تحصل في نفسية الطفل في شخصية الطفل بسبب التربية. عشان كده التربية فن، عشان كده التربية بتتعلم، الناس بتقراها، يعني لازم تقرا عنها كثير، لازم تسمع تجارب الناس التانيين حتى أهلنا الكبار.
يعني تجاربه مهمة لنا شديد. ليه؟ لأنه إحنا كل حاجة بنعملها كأم أب بتأثر لنا في الطفل اللي إحنا والدينه، يعني ما ساكت لعب الموضوع. التربية بتأثر على تفكير الطفل، يعني الطفل ده هل هو حيكون زول open minded، هل هو زول حيكون منفتح، زول عايز يتعلم، هل هو زول منقلق على نفسه، هل هو زول خجول، هل هو زول عنده روح المبادرة. دي كلها نجي نلقاها بتخش لنا في الأسس بتاعة التربية، وفي جزء كبير بيكون حتى في ال5 سنين الأولى. يعني مهم جدا إن إحنا نكون فاهمين نفسنا بنعمل في شنو، بنقول لأطفالنا في شنو، إنه إحنا حنحفز بهذه الطريقة، حنعاقب أطفالنا ليه، كل حنتواصل معاهم ذاته بهذه الطريقة. دي كلها مهمة ليه؟ لأنه كلها بتأثر ليه على شخصية الطفل، على تفكير الطفل، على نفسية الطفل. والطفل ده هو في النهاية هو منه؟ هو الإنسان البالغ اللي حيمشي ليه المجتمع. يعني المجتمع مبني كله على إنه إحنا حنعمل شنو في الأطفال حقتنا. التربية برضه مهمة لأنه بتخلي الطفل إحنا نزرع عنده إنه يكون عنده أهداف، ويزعى إنه هو يحقق الأهداف حقته، أهدافه هو مش أهدافنا نحن. يعني التربية ما إنه أنا أكون نفسي كان يكون عندي مثلا طفل مهندس وطفل دكتور وطفل عالم وأقعد أربي الطفل على الحاجة اللي أنا نفسي فيها، لا. التربية إنه أنا أخلي طفلي على حسب مقدرته، على حسب إمكانياته، على حسب هواياته، على حسب الحاجة اللي هو نفسه يبقاها، هو عنده ذات كيف يحقق ذاته. يعني الزول عشان يقول أنا نجحت يبقى أنا خليت طفلي يحقق ذاته، وأنا خليت طفلي يكون إنسان مستقل، أنا خليت طفلي يكون إنسان مفيد للمجتمع. كذا أنا بقدر أقول إنه أنا فعلاً ربيت. طيب هل التربية فعلاً الأهل بيختلفوا فيها؟ يعني هل ممكن يكون الأم والأب ويختلفوا في التربية والأسس والحاجات دي؟ يعني ممكن طبعاً تحصل اختلافات أكيد، بالذات إنه الأم ممكن تجي من خلفية اجتماعية، خلفية فكرية، خلفية أكاديمية مختلفة تماماً عن الأب، وما معناته إنه في زول صح وفي زول غلط، بس الناس مختلفة من بعض. طيب ليه الناس ممكن تختلف؟ ليه الأب والأم ممكن يختلفوا في الحتة دي؟ لأنه عندنا أسس. يعني إحنا قلنا التربية أنا بزرع مفاهيم، هل مفاهيمي أنا كأم ومفاهيم الأب اللي إحنا عايزين نزرع نفس الشيء ولا حاجات مختلفة؟ دي ممكن تبدأ لنا أول نقطة بتاعت اختلاف تحصل بين الأبوين. طيب الطريقة ذاتها اللي إحنا عايزين نتواصل بها، الطريقة اللي إحنا عايزين نتواصل بها مع أطفالنا، هل نحن هنكون النوع الكتومين ولا لا؟ نحن اللي عايزين نتناقش كثير، هل نحن الناس اللي هنصاحب اطفالنا ولا لا؟ احنا الاهل اللي عايزين نكون صارمين وجادين وعندنا القوانين وحاسمين. دي برضو حاجات ممكن الاهل يختلفوا فيها. يعني انا بتكلم على اسس ممكن تكون في التربيه ممكن يختلفوا فيها فعلا الام والاب. مثلا الفكره بتاعت التعليم، الناس عايزه تعلم اطفالها بهذه الطريقه، يا نوع من التعليم، يا يعني كل التعليم مش بس الأكاديمي، حتى المهارات الاجتماعية بتاعتهم، حتى التعليم الديني، حتى المهارات الرياضية، المهارات البدنية، كل التعليم حق الطفل في الحياة عشان يكتسب مهارات. هل الأهل والأم والأب متوافقين في الحتة دي ولا لا مختلفين؟ دي كلها حاجات هنجي نشوف إنه كيف ممكن تأثر مع دكتورة سلافة وبعدين. لكن يعني الحاجة اللي أنا بقولها حسي إنه فعلا في نقاط في التربية ممكن الأهل يختلفوا فيها. يعني ما هي التربية بس، لا، التربية جواها فيها حاجات الناس ممكن تختلف. مثلاً التحفيز والعقاب، في نوع من الناس بيحبوا طوال يكونوا بيشكروا بيحفزوا بيشتروا بيجيبوا، ممكن تكون في أم النوع ده، ويكون في أبو لا، يشوف إنه ما اليوم كله إحنا بنحفز، لازم يكون في قوانين، لازم يكون يعرف إنه في غلط في صح، لازم يتعاقبوا. تجي الأم تقول لا، ما في عقاب، أنا ما عايزة أولادي يتعاقبوا، أنا ما عايزة أولادي يحس إنهم متألمين، ما عايزة يحس إنهم محرومين. فبتجي نلقى إنه في اختلاف بيحصل لنا في حتة التربية فعلا في النقاط. ففي الآخر فكرة التوافق والاختلاف مهمة لأنه حتأثر في الطفل، إذا إحنا متوافقين أو نحن مختلفين في الآخر حتأثر لي في البني آدم الصغير اللي قاعد قدامنا اللي إحنا بنمارس عليه والتربية دي هي حتأثر عليه. طيب كيف حتأثر؟ وهل فعلا بتأثر ولا ما بتأثر؟ وهل مهم إنه إحنا نتناقش في المواضيع وفي تفكيرنا عن التربية
تفكيرنا أصلاً عن الأمومة والأبوة والحاجات دي، هل مهم ولا ما مهم نتناقش عنها قبل الزواج أو قبل ما إحنا أصلاً ندخل في الخطوة بتاعت الأمومة دي ولا لأ؟ دي الحاجات اللي أنا حدي المايك لدكتور سلافة ونستمع لها كلنا إن شاء الله. طيب دكتور أنور، عندك أي تعقيب ولا أبتدي مرحبا سؤال؟ بك، أنا طبعا مستمع وبكل شغف يعني ومحبة، لأنه الواحد بيتعلم كثير جدا جدا. تفضل طيب. دكتور سلافة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي الله وآله. السلام عليكم ورحمة الله. سعيدة بإني أكون معكم الليلة في أول لايف لي، وبرحب بكل المشاركين وبكل الحضور، بدكتور أنور دفع الله صديقي القديم الجديد، الكوكب النيرة الغائمين بأمر سودانيس ريسيرش انيشيتيف، الجروب الداعم الإيجابي اللي غير وما زال بيغير إيجابيا في حياة كثير من الشباب السودانيين أولاد وبنات. برحب بحبيبتي وحبيبة أولادي مس إيثار، مس إيثار التايو، على ارتباط ممتدة على مدى سنوات من مدارس التعليم البريطانية القسم الإنجليزي في الخرطوم في أركويت، وربان سفينة مستر معتصم زروق له التحية من المنبر ده. أنا سلافة العاقب، زوجة وأم لولدين ربنا يحفظهم. أنا طبيبة بشرية وكاتبة صحفية ومدونة وناشطة في مجال الصحة الجسدية والنفسية للأم والطفل وفي مجال التربية الإيجابية، وبالخصوص ده أخذت كورسات أونلاين كثيرة، وحاليا في اتجاه إني أعمل دراسة جامعية لهاي دبلومة اسمها Caring and Understanding of Young People، اللي هي رعاية وفهم صغار السن، عشان أبقى Certified Coach وأقدر أدرب يعني أهل ورعاة لأطفال اللي هو Parents and Carers. أنا صاحبة هاشتاج مبادرة تعالوا نربي صح. أغلب الناس الهسي مشرفين لنا في لايف ده مرت عليهم يعني مكونات المبادرة دي في الفيسبوك. المبادرة التربوية دي أنا بديتها من 2012، بكتب فيها بوستات، بترجم فيها مقالات، وبعمل فيها لايفات وكبسولات تربوية ورسائل صوتية، كلها بتصب في مجال التربية الإيجابية والتربية السليمة للأطفال. عندي كمان مدونة اسمها طفلي عالم جميل في الويبريس، برضو بكتب فيها عن تجربتي التربوية مع أولادي ومن قراءاتي في المجال. أنا متخصصة زي ما قال دكتور أنور في مجال الصحة العامة وطب المجتمع، عندي ماجستير صحة عامة وصحة مناطق حارة، مفترض أني أنزل للدكتور إن شاء الله بعد اللوكداون. ماما صعبة وبابا حنين أو العكس، دليل يا إخواننا موضوعنا اللي إحنا عايزين نتكلم عنه في اللايف ده، موضوع بيمس يعني أغلب الأسر مش السودانية بس. يلا دي المفاجأة هنا، أنا بعرف يعني عدد كبير من الأمهات وعندي متابعات من جنسيات مختلفة كلهم بيعانوا من الحتة دي، والغالبية منهم بيعانوا من الحتة دي اللي هي شنو؟ اللي هي اختلاف التطبيق بتاع المفاهيم التربوية بين الوالدين داخل الأسرة. عايزين نعرف أثر النفسي والسلوكي على الطفل. طيب أول حاجة، منو المقصود في اللايف ده؟ يعني إحنا دايما نتكلم عن منو اللي بيحصل بيناتهم اختلاف أو اتفاق في التربية. يا أخوانا الأم والأبو، لأن الأم والأبو هم بس المناط بيهم تربية الطفل. ما عندنا هسي هنا في اللايف ده ما بيلزمنا الكلام مع ناس الأسرة الممتدة، ما عندنا مكان للجدة ولا للخال ولا للأعمام، مع احترامنا ويعني الابريشيشن بتاعنا لكل العلاقات الانسانيه. يعني انا بتلقى كميه من رسائل الصديقات في الماسنجر، والاخوال والعمات بيسالوا عن مشاكل سلوكيه بتخص اطفال اخوانهم او اطفال صديقاتهم. انا ابريشيت العلاقه الاجتماعيه دي، وانا متاكده من انه لو ما هم بيحبوهم ما بيفتشوا عن حل لمشاكل اطفالهم. لكن يا جماعه، عندي قاعده ثابته انه انا ما بناقش مشكله بتخص سلوك طفل إلا مع أمه وأبوه، ويا حبذا لو الاثنين. إذن الله إذا هسي إحنا عايزين نتكلم عن الاختلاف والاتفاق بين الأب والأم في تربية أطفال. طيب شنو الحاجات اللي ممكن يعني الأب والأم يختلفوا عليها في تربية الأطفال؟ أي شيء، أي حاجة بتحصل يا أخواننا في محيط الحياة اليومية للطفل ممكن الوالدين يختلفوا فيها. زي شنو؟ ممكن يختلفوا في نوع الأكل وزمنه. مثلا أبو بيجيب كمية من السويتس والكاندي، بيجيب حلويات، بيجيب شوكولاتات، وعايز يديها في أي وقت. الأم بتقول لا، الحلويات دي قريب لمواعيد النوم، بتخلي الطفل أكتف زيادة، بتأثر في الأسنان،
اختلاف، ممكن يختلفوا في نوع المدرسة. أبو داير يدخل مدارس قرآنية، الأم قالت لا ندخل مدارس إنجليزية، مدارس انترناشونال. أبو بيقول إنه البنت تلبس حجاب من ما عمرها 8 سنوات، الأم بتقول لسه صغيرة خليها تستمتع وتلعب. وباقي أكثر حاجة الوالدين ممكن يختلفوا فيها وبتجيني منها يعني شكاوي كثيرة يا إخوان، ضربة العقاب. أبو اتربى على إنه يتضرب عمره كله لحد ما بقى زول كبير وراجل متخيل إنه دي الطريقة المثلى في العقاب، ودي واحدة من طرق التربية. بينما الأم تربت على حاجة تانية خالص، إنه لا إحنا ممكن نعاقب بالتايم آوت، ممكن نعاقب بالكوايت، ممكن نعاقب بإننا نمنع من حاجة بيحبها. لفت يقوموا يختلفوا في الحتة دي. أبو يقول لك ليه ما كلنا اتضربنا، حصل لنا شنو؟ كيف حصل لنا شنو؟ حصل لنا التنمر الحاصل هسي في مواقع التواصل الاجتماعي، حصل لنا الجيل القايم وما بيعرف يقول شكرا لو زول قدم له خدمة، ولا بيعرف يعتذر لو غلط، حصل لنا يا إخواننا المسكوت عنه، التحرش والاغتصاب وزنا المحارم والكتمان والاكتئاب والانتحار، ده كله حصل لنا. كيف ما حصل لنا؟ ممكن والدين ببساطة يختلفوا في طريقة التعامل مع أولادهم. يكون أبو يتربى في بيئة بتغدر الولد على البيت، شايف إنه الأولاد أحسن من البنات، يقوم يجي هو ذاته لما يتربى يجي يربي كده. ممكن الناس تختلف ببساطة في مواعيد النوم. ماما قالت الساعة 8:30 خلاص حنقفل التلفزيونات النوم، بابا يقول لا لا سهروا ما مشكلة. على هذا الأساس الناس الوالدين ممكن يختلفوا على أي حاجة بتحيط بحياة طفلهم اليومية. ليه؟ نسأل روحنا ليه الوالدين بيختلفوا في تطبيق مفاهيمهم التربوية على أطفالهم؟ يا إخوان الأسباب كثيرة، من أكبر وأوضحها اعتقاد بعض الآباء إنه لما يلبي طلبات أطفاله يستجيب لأي حاجة ويقول آمين زي ما يقولوا المصريين لأي شيء، بيكسب أطفاله وبيحبوه على أساس إنه يغطي الفجوة بتاعت عدم وجوده، سواء عدم وجوده جسديا إذا كان مثلا مغترب أو منفصل عن أمهم، أو عدم وجوده بالنسبة للعدد بتاع ساعات العمل، يعني زول يكون شغال دوامين مثلا. فبتخيل إنه أنا لما يعني أستجيب لطلباتهم بكسبهم، which is not true. الحاجة دي ما حاصلة. أنت ممكن تكسب أطفالك بطرق تانية كثيرة هنجيها في معرض كلامنا في اللايف. في الحتة دي لما قلت لكم جبيل إنه ما الأسرة السودانية بس بتعاني من الحاجة دي، عندي صديقة يمنية هي وأطفالها في بلد وزوجها في بلد تاني، فالتشكيلية قبل فترة من إنها بتعاني من الحاجة دي إنها هي بتقول في قوانين في البيت دايما الأطفال بيكسروها عن طريق تلفون من الأب. فقالت لما بناقشه بيقول لهم عشان أنا بعيد، ما دايرون حس إنه أنا بعيد وكمان بقسو عليهم. أخونا دي ما قسوة أبدا، لما أنت ترسم حدود وقوانين في البيت دي ما قسوة. ده سبب. السبب الثاني ببساطة ممكن يكون في أبو أو أم مضغوطين مثلا في شغل أو في دراسة، فدارين في دراسهم ما دا يتناقشوا، متخيلين إنه النقاش مع الطفل والأخذ والعطاء والإغناء دي جوطة شديدة، فالواحد بيفضي راسه بينه يقول أيوة أي خلاص ساهروا أكلوا شوكولاتة أعملوا وهكذا. في سبب تاني وده السبب الأكبر والأوضح في الاختلافات، يعني من أسباب الاختلافات إن يا إخوان الأم والأب يكونوا جايين من بيئات مختلفة تماما. أنا هنا أصلا ما بقصد إنه مثلا أبو ود مدينة وأم بتغورة أو أبدا، ممكن يكونوا هم زسيم لكن بيئاتهم جوا في البيوت مختلفة، ممكن يكونوا أولاد جيران وبيئاتهم مختلفة. عشان كده هنا أنا بحب يعني أعلق على حتة أهمية اختيار الشريك. لما تكون عايز تختار شركة حياتك اللي حتربي أولادك، ولما تكوني أنت عايزة تختاري عديل روحك، أسألي نفسك الشاب ده بصفاته وبطريقة تعامله. إخواني في حاجة اسمها الإشارات، الإشارات دي جلية وواضحة، وأي واحدة فينا إحنا كأنثى عندها رادار بتلتقط الإشارات دي تماما وتعرف الزول ده هيكون أبو كويس لأولاده، هي هتحس بالأمان معاه وبيسند ظهره. طيب فرضنا إن أنت ما جبت أطفال، شكل الحياة هيكون بيناتكم كيف؟ أنا واحدة من الناس سألت زوجي السؤال ده، إحنا أول كنا مخطوبين قلت لها أنا وبعدين ما جبت أطفال هتواصل معاي؟ قال لي يا أخي أنا لما عرفتك أصلا ما كان عندك أطفال، فشي طبيعي إنه أنا حواصل معاك. ففي يعني قيم ومفاهيم مهم إنك ترسميها وتعرفيها من قبل ما تدخل في عملية الحياة الزوجية وإنجاب أطفال. أما إنك تتكلم في المفاهيم التربوية دي أنا بفضل إنها تكون بعد إنجاب أول طفل، بعد ما الناس تزوجوا وأنجبوا أول طفل أقعدوا قاعدة كده ويتفقوا
حوري هسي احنا نقعد قاعده بنتكلم فيها عن شنو. ده السبب الثالث لاسباب الاختلاف اللي هو قلنا انه الوالدين يكونوا جايين من بيئات مختلفه وما في بيناتهم تجانس او توافق. طيب هل دائما شكل الاختلاف ده يا اخواننا بيكون سلبي؟ يعني دائما اختلاف وخلاف الكلمتين دول مع بعض سلبي؟ الاجابه لا، ممكن جدا يكون الاختلاف ايجابي وعنده كمان اثر ايجابي على الطفل. انا هقول لكم الشكل كيف والاثر الايجابي حيكون شنو. يا اخوان الاختلاف اللي بيكون في شكل حوار نقاش دردشه واخذ وعطاء قدام الاطفال، قدام الاطفال دي مهمه. لو انتوا ناس نفسكم هادي في الحوار والنقاش وعملتوا قدام الاطفال، اطفالكم حيستفيدوا فائدتين عظمتين. الفائده الاولى انه الطفل حيتعلم اهميه الحوار في حل المشكلات. يا اخواني في امهات كتار جدا في المسنجر بيشكلين من انه ولده عمره 11 سنه ما بيعرف يعني يحل مشاكله، بنتي عمرها 9 سنوات بتبكي طوالي لما يحصل لها اي اشكال، وده كله لانه ما تعلموا ما وروهم. يا اخوان الطفل ده ما بيتولد عارف، ما وروا اهميه انه في حاجه اسمها حوار وكلام. بيتعلموا الوضوح والمواجهه، بيتعلموا الصراحه وقوه الشخصيه لما يتم حوار زي ده قدامه. الفائده الثانيه إنه الطفل بيفهم إنه العلاقات دي ممكن يكون فيها صفاء وتعكير بهدوء ومنطق، لأنه في نوع من الأطفال لما يكون ما متعود إنه والدين يتناقشوا قدامه وفجأة يحصل نقاش بيجيهم نوع من الهلع والإحساس بعدم الأمان إنه ماما وبابا دل يعني احتدوا كده معناها حيخلوا بعض. طب إحنا حنمشي وين؟ إحنا حيحصل علينا شو؟ عشان ما تحصل حاجة زي دي ناقشوا قدام أطفالكم نقاش بصورة منطقية بيدي العلاقة نوع من الصحة. اما بقى الشكل السلبي للاختلاف ده ما داير نقاش، ده يعني اختلاف بكواريك بصوت عالي وقد يتعداه لعنف وإساءة لفظية وللأسف احيانا كثيرة جسدية. شكل تاني سلبي للاختلاف استخدام الاب كأدب تاع التهديد او عقاب للطفل. اوريكي كيف، اوريكي كيف انت بتستخدمي كأدب من عينة اصبر لما ابوك يجي بعدين، ليه يصبر لما أبوي يجي بعدين. دائما الناس المختصين الخبرة عن علم نفس الطفل بيقولوا إنه الطفل عشان يتعلم من الغلط يتعاقب في اللحظة. طبعا أرجوكم العقاب ده يا إخوانا ما ضرب ولا كواريك ولا تهديد بضرب، في طرق كثيرة جدا العقاب زي ما قلنا التايم آوت والسايلنت أو الكوايت، وفي إنك تحرميه تمنعيه من حاجة لفترة محددة ما فوريبا ما للأبد، في إنك تعالج الغلط بإنه يساعد في إصلاح الغلط زي مثلا متعود يكشح اللبن. الغلط ده طبعا يا اخواني اللي يتكرر، لانه ممكن جدا الطفل لما يعمل الغلط لاول مره ما يكون عارف انه ده غلط، فانت اشرحي له انه ده غلط والصح كده لو كرره حتى يتعاقب. فالناس ما تعاقب ساي، فمن المهم انه الحته دي يصلها الطفل. الحته بتاعت استنى لما ابوك يجي بعدين، اول حاجه بتهز علاقه الطفل بابوه، بيعتقد انه الاب ده ربنا خلقه بس عشان 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 يعني يؤذيه. الحاجه الثانيه بتخلي الطفل شخصيته مهزوزه وخايف، حاسس بعدم الامان من الناس اللي هم ذاتهم مصدر الامان في حياته امه وابوه. والحاجه الثالثه والمهمه انه للاسف حتهز شخصيتك انت كأم قدام طفلك، هتفقد الكنترول، هتبقي ما قادره يعني تعملي له اي جايدنس، ما حتفيديه باي شيء، هو ذاته ثقته فيك حتهتز لما انت ما تعاقبي على غلط وتقول لي استنى لما ابوك يجي. الشكل الثالث من اشكال الاختلاف السلبي يا اخواننا استخدام الاطفال كأدب تاعت مقاومه وتصفيه حسابات من الزوجين. يكون اصلا الزوجين عندهم خلافات ما عندها علاقه بالتربيه، فيقوموا يكرهوا بعض زي ده. اي قانون عمله ابوهم انا بكسره، اي حاجه قالته امهم انا حقول عكسها. انتك شنو؟ اطفال مشتتين وما فاهمين الحاصل. الاثر شنو طيب؟ انه الاطفال يتم له. يا جماعه الاطفال اللي بتربوا في بيئه بتاعت صراحه وفضفضه وحكي ومرونه وتقبل للخطا واخذ وعطاء وطبطبه واحضان ونس واستماع ونقاش واجابه بتاعت اسئله بيكونوا واضحين، شخصياتهم متميزه. اطفال يعني باقل وصف مدهشين. أطفال عندهم مقدرة هائلة على التصرف في المواقف، على التعامل مع الناس. بالمقابل وعلى النقيض تماما الأطفال اللي تربوا في بيئة الأم والأب فيها ما متفقين،
دائما في حالة نقاش وخلاف في الحاجات اللي بتخص الأطفال وما بتخص الأطفال. البيت تكتفي مشوش، ما عارف الفرق بين الصح والغلط. ممكن ينتج يعني طفل بسبب التشويش والآراء المختلفة، وماما تقول أعمل، بابا يقول لا ما تعمل. طفل عنيد بكل بساطة حيعمل حاجة اللي هو دايرة لأنه ما عارف الصح، ما عارف يتبع ماما ولا يتبع بابا، فهيقول يعمل حاجة اللي هو دايرة. ممكن ينتج طفل اتكالي، طفل لا بينجز لنفسه ولا بيساعد في حياة الآخرين. ممكن ينتج طفل منعدم الشخصية، دي أوضح العلامات. طفل متردد، خواف، طفل خجولة، طفل كتوم، طفل ما بيعرف يعني ما بيتقن فن الحوار، ما بيعرف حتى يتكلم بوضوح قدام الناس. أما أسوأ نوع من الأطفال ممكن ينتج من النزاع والخلاف بين الأم والأب في المفاهيم وتطبيق المفاهيم التربوية، الطفل المثالي، الطفل اللي عنده بيرفكشنزم. مثالي كيف؟ طفل بيفتش بهوس عن أي وسيلة لإرضاء واحد من والدينه، السبب بكل وضوح كثرة الانتقاد له ولتصرفاته وعدم السماح له بأنه يغلط. يا إخوانا الطفل لو ما غلط ما حيتعلم، ما عنده مساحة بتاعت غلط زي دي. بتظهر الحكاية دي واضحة في الأطفال اللي بيضغطوهم أهلهم ضغط جنوني إنهم يحرزوا درجات عالية في الامتحانات. ده الطفل اللي أنت بتيجي تلقاه بيبكي ومنهار لأنه جاب 97% عشان هو فتش على الثلاثة درجات ديل، ما عشانه لكن عشان هو حاسس إنه دايما هو يعني أقل، هو دايما ما حيرضي. الطفل المحسسين إن أنت ما بتكون طفل مفضل لو ما جبت درجات عالية، أنا ما بحبك لو ما أنت بقيت منجز في المدرسة. ده الطفل المثالي. أحذروا إنكم توصلوا أطفالكم المرحلة دي. الطفل المثالي ده بيكون دايما بينتقد نفسه وبينتقد الآخرين، وعلى الرغم من صغر سنه بيكون يعني ما شايف حاجة حلوة حوالينه ولا حاجة حلوة في نفسه. دايما بتسمع منه عبارات أنا غبية، أنا ما بفهم، أنا بكره نفسي. أمهات كثيرة جدا بيشكروا لي الحتة دي، أنا بكره نفسي، أنتوا ما دايريني، ما في زول بيحبني. ده كله سبب إنه أنتوا بتنتقدوه، أنتوا بتدوا مساحة عشان يغلط، أنتوا مفهمين إنه هو يعني لازم يكون طفل آلي بس ما يغلط يمشي كده على الخط. دايما الطفل النوع ده بيكون عنده لو سيلف استيم، عنده يعني قلة في تقدير ذاته، حاسس بنفسه دايما أقل من الناس. وفي الغالب الأعم بيكون عنده انعدام للمهارة بتاعت تكوين صداقات. الطفل اللي زي ده ما بيعرف يصاحب، وحتى يعني الطفل أو الطفل لما يصاحب ما بيعرف يحافظ على صداقاته لأنه أصلا ما بيعرف يتعامل. ونجي في النهاية نسمع إنه دي نهاية دلعك أو دي نهاية تربيتك. طيب يا إخواننا إحنا عشان نطلع من الدوامة دي ومن المهرجان بتاع الخلل التربوي والسلوكي ده اللي بيكون ضحيته بس في النهاية الطفل، الحلول شنو؟ يعني إحنا ممكن نعمل شنو عشان نتجنب الحاجات دي؟ أول حل لمتنا الهسي في اللايف ده. يا إخواننا وجودنا في اللايفات الزي دي وجروبات الفيسبوك والصفحات اللي بدأت تنشأ مؤخراً، سعي الأمهات، أنا ما بقول الآباء ما تزعلوا مني، لكن سعي الأمهات لأنه يفتشوا الصفحات بتاعت التربية والناس اللي بيتكلموا عن معضل. يا إخواننا ده نوع من زيادة الوعي المجتمعي، يعني أنا مبسوطة مني جداً جداً. ده بيدل على حاجتين، أول شيء الناس اللي بيحضروا اللايفات حسي الناس الموجودين معانا ديل أنا بعتبر إنهم قاطعين 50% للطريق الصح لتربية الأطفال. عارفين ليه؟ لأنهم واحد من اثنين، يا إما حاسين إنهم بيعملوا في حاجة صح في أصح منا وهم دايرين يعملوا، أو بيعملوا حاجة غلط دايرين يعملوا الصح لكن ما عارفينه ففتشوا فيه عشان يعملوا. عشان كده أنا بقول لكم أنتوا قاطعين 50% من الطريق. الما عارف في ذمة العارف. إحنا كأهل وكآباء لازم نتعلم ونعرف ونفتش ونطلع ونجهز نجاوب على أسئلة الأطفال. لازم نكون إحنا المصدر الأساسي لمعلوماتهم. أنا دايما بقول أنت بتربي وفي 20 عفريت بيربوا معاك. في الزمن الحالي إحنا زمان يعني جيلنا جيلي وجيل يسار ودكتور أنور والدالي ودكتور كاظم والناس الحاضرين، يا إخوانا كنا بنمشي الحياة خطوة خطوة. حسي أطفالنا بيقفزوا سلالم، لو ما أن إحنا قرينا واجتهدنا وفتشنا وعرفنا هيكونوا هم هناك، والله ما حنحصره ولا هنفهم هم ذاتهم بيقولوا في شنو. انا احيانا بكتب بوستات فيهم مهد على وبقول يعني يا ربي احنا اولادنا بيعرفوا الحاجات دي؟ اي يا اخوانا بيعرفوا وما تنتظروا لما يسال اصلا.
ونص إن وصل مرحلة المفروض يعرف فيها ما تنتظره منك. قبل أسبوع تقريبا كنت فاتحة في الديسكتوب الموقع بتاع مونت كارلو الدولية، أنا بعشق الإذاعات جدا ومونت كارلو دي كومة براو عندي، فكان في صورة خبر ومعاه صورة، فجايز ولدي الكبير عمره 10 سنوات ونص وقف كده عاين، قال لي يا ماما دمنه اللي بيشبه بابلو سكوبار. يعني أنا ضحكت إن أنت تعرف بابلو سكوبار. بالنسبة للناس اللي ما بيعرفوا بابلو سكوبار ده، من إخواننا ده بارون بتاع مخدرات يعني عالمي في كوبا تقريبا أو كولومبيا ما عندي فكرة، في كوبا. فقلت لي أنت بتعرف بابلو سكوبار من وين؟ دائما الناس على منصة الطفل بيقول لك لما طفلك يقول لك معلومة أو يسألك سؤال ما ترد عليه، أسأله عشان تعرف حدود معرفته على الموضوع ده وتعرف الشيء الغلط من الصح في راسه شنو حتى بعد ترد عليه. قلت أنت عرفت من وين بابلو سكوبار؟ قال لي أنا شفت له دوكيومنتري قبل فترة في اليوتيوب، شاف له فيلم مصايري عنه. قلت له خلاص، قلت له إذا أنت عرفت بابلو سكوبار ما عرفت زول في الصورة دي؟ قال لي لا. قلت له زول في الصورة دي اسمه تشي جيفارا، أمشي في المصدر اللي أنت لقيت فيه عن بابلو سكوبار، أحضر أو أسمع أو أسأل أكتب، أو هم رد فتشوا بالفويس شايفاهم في جوجل، شوف تشي جيفارا ده منه وتعال ناقشني واحكي لي عنه. وقبل ما يمشي حكيت لي عن تشي جيفارا ده ثائر كوبي وكان في ثانية طيب لما قام بالثورة وكيف انه في النهاية اقتالوه وكده. الشاهد في الموضوع انه الخبر كان انه الناشطين السياسيين في كوبا كانوا حاسين بالأسى لانه الشقة اللي اتولد فيها تشي جيفارا معروضة للبيع. فالخلاصة انه يعني اولادنا يعني انا متأكدة انا لما كنت في عمر ما كنت بعرف الحاجات دي. فالعولمة والإنترنت اللي أنا بقول إنه نخلوا العالم يعني أضيق من شقة غرفة وصالة. المعلومة يا إخوانا بتصل بمصادر، إحنا أنا دايما بقول أسبغوا المثلث في تربية أولادكم. المثلث شنو؟ الشارع والإنترنت والأصحاب. ما تخلي طفلك يعرف معلومة بطريقة أنت ما حتعجبك، دايما خليك أنت المصدر. حتكون المصدر كيف لو أنت ما بتعرف، لو أنت ما قريت؟ الأمهات بيقول لي نتكلم مع أطفالنا كيف عن فترة المراهقة، أنت كأم لو ما قريت عن فترة المراهقة والتطورات اللي بتحصل فيها حتهيئ طفلك كيف؟ هو أنت ما عارف، هو حيعرف كيف؟ ده الحل الأول، إن إخواننا نفتش ونقرأ. النقطة الثانية في الحل، من المهم إننا نعرف المراحل بتاع التطور أطفالنا. يا إخواننا ما نربي كده بس يعني على المشاعر، بس ناكل ونشرب ونجيب لهم المدارس ونجيب لهم العيد والناس ماشيه. لا الناس دي بتحصل لهم تطورات في مفاهيم. ببساطه الطفل الداخل على مرحله المراهقه، الناس اللي عمره 9 10 11 سنه، امهاتكم تعرف الماسنجر الواحده التشكيليه تقول لي انا يعني بتكلم مع ولدي لما انا دي بينهرني بكوري، اقول له ما تكوري فين؟ يقول لي ماما انا ما بكوري. هو يا اخواني فعلا ما بعد كوري، دي التطورات الطبيعيه بتاعه الهرمونات اللي بدات تتفرز في الفتره دي، ده التغيير اللي بدا يحصل في صوته، ده شيء طبيعي. هو فعلا ما بيكون بكوري، لكن لانك انت ما فاضيه مضغوطه ما مركزه ما قدرتي تنتبهي انه طفلك بدا يكبر. يعني على قول السوريين حيبقى شاب مشورب بعد شويه، فجاه تنتبهي انه ولدك بيغطي طولك. طب انت كنت وين؟ النوع اللي بيجي بيقول لك انه انا قبل فتره كان في بوست نازل في جروب يعني لامي مجموعه كبيره من السودانيين، ابو قال انه يعني ما عارف يتعامل مع ولده كيف، وفجأة الولد ده بقى غامض. الولد في اولى ثانوي، الناس طبعا ردوا له ردود ما انزل الله بها من سلطان من عينه، طلعوا من المدرسه اضربه، كل ما يرفع صوته عليك اضربه، ما في زول قال طبطب عليه، ما في. قام عمل لي منشن في البوست ده، جيت قلت له يا ابوي انت جيت متاخر، انت كنت وين طوال سنوات الولد ده من هو بيربى انت فجأة جيت في اولى ثانوي؟ اكيد لا يا اخواننا، اجتهدوا واقروا بنفس الزمن اللي انت بتعملي فيه الاكل ده. شوفي ليكي بوست بوستين لايف لايفين فيديوهين في اليوتيوب بتكلم عن التربيه، والله يا اخواننا حينفع. اقل مجهود بتعمله في سبيل التربيه الايجابيه والتربيه الجيده لطفلك بيعمل اثر، طال الزمان او قصر حيعمل اثر واثر ايجابي في طفلك. الخطوه الثالثه في الحلول اشراك الابو في العمليه التربويه. ارجوكا ما تدسي من الابو حاجات بيجيني في المسنجر تقول لي والله بدي حصل وحصل وحصل، انا ما اعرف اكلم ابوه ولا لا، احكي لابوه. ما تخطي ردود فعله العنيف او انه مشغول ويعني حرام قاعد يقضي يومه كله في الشغل وانا اجي احكي له مشاكل الاطفال. خلونا صلوا على النبي، كلنا ربونا ابهات بيطلعوا الصباح للشغل وبيجوا المساء.
العبره ما بالفتره الزمنيه اللي انت بتقدمها مع طفلك، وانما بمقدار التواصل في الزمن البسيط انت بتقعده ده. ابهاتنا كانوا متواصلين، كانوا مهتمين بتفاصيلنا، كانوا بيعرفوا البينا من العلينا والحوالينا. الخطوه الرابعه، قاعده يا اخواننا، قاعده زي قعدتنا دي كده بينك انت وزوجك، تكونوا كده في مزاج رايق وهادي، كوبايتين شاي او فنجانين قهوه، وتحاوروا اتفقوا عديل، اتفقوا على الخطوط العريضه. يعني احنا مثلا عايزين نربي من غير ما نضغط، احنا نتفق يا فلان، ولا اهلي ولا اهلك، احنا ما دايرين زول يدخل في تربيتنا لاطفالنا. اي اسره يا اخواننا لازم يكون عندها قوانين وروس جواها، وانا متاكده هي الحاجه دي حاصله لكن بصوره ما مغننه، يعني انتم ما بتكونوا عارفين انه هي دي قوانين او روس. يعني مثلا الام بتقول نوموا بدري، ده قانون، لكن القوانين دي لازم تكون واضحه محدده ومعلنه. يعني انت طفلك ده لما تقول له نوم بدري، هي بدري تسعة بدري وستة بدري، حينوم بدري متين يا اخواننا. هسه احنا عندنا في البيت يا اخواننا الساعه، هسه لانه اللوك داون وما في مدارس، بنوم الساعه 11. طبعا في الحته دي في امهات كثيرات بيشتكوا من انه لما اقول لهم اقفلوا التلفزيون وقوموا، بيقوموا بيزعلوا وبيكوتوا. هي ما انت ما ممكن تجي الساعه 11 تقول لهم قوموا عشان تناموا، مستحيل تقطع استنفاع الطفل وتقول له. احنا ثابت عندنا، انا في موبايلي مثبته الساعه 10:30، الساعه 11 الا ربع، الساعه 11 10 ونص رنة بجي بباب الصالة بمد راسي كده، يا شباب عندكم هذا نوت، فضلكم نص ساعة ونقوم للنوم. بيبتدوا تلقائيا يتهيئوا انهم بعد شوية حيقوموا للنوم، حتى يعني الانسايد بتاع عقلهم الباطن خلاص يستعد انه احنا بعد شوية حنقوم للنوم. 11 الا ربع موبايلي رنة، هم براهم بيسألوا يا ماما ده زمن النوم؟ لا لا فاضل ربع ساعة لسه. تلقائيا الساعة 11 دي لما تيجي هم براهم بيكونوا قفلوا التابلت، قفلوا التلفزيون وقاموا ناموا. عندنا ثاني قانون اسمه No phones in the rooms. ما في تلفونات في الغرف. صالة دي في زول قاعد شايل تلفون. ماشي الغرفة بتخط تلفونك في الترابيزة، بتمشي تقضي حتى في الغرفة تجي راجع. عندنا قانون إنه ده متفقين عليه أنا وأبوهم من يوم ما ولدناهم. بعد الناس معناهم أولاد، عشان كده العينة بتقول لك والله تربية الأولاد صعبة. ما في أي أولاد فريقهم شنو من البنات. عندنا أي فريق. كلهم عايزين أم وأبو مركزين، واعيين، صاحيين، منتبهين. احنا بالمناسبه بعد ما نبقى والدين ما عندنا رفاهيه السرحان نهائي، ما عندكم طريقه، لازم تكونوا مركزين. طفلك ده تشوفه في مشيته، في ملامح وشه، في طريقه كلامه، في الفاظه الجديده الجات، في نومه اللي بقى بيختله، في اي تغيير انت لازم تلاحظ له من غير ما يتقال لك. ودائما انا بقول للامهات اتبعي حسك، يعني اتبعي احساسك. حسيتي انه طفلك ده حصل له شيء ما طبيعي، يبقى فعلا حصل له شيء ما طبيعي. القانون احنا متفقين عليه انه اي زول يعمل غلطه يعترف بغلطته ما بيتعاقب، دي حاجه ثابته. الحاجه دي علمتهم الشجاعه والوضوح، ومرات بيعملوا غلطات احنا ما بنكون عارفينها، بيجي بيحكوا لنا اني يا ماما انا عملت كده وكده. بعدين يعني بقى في نوع من يعني اخذوا نفسهم مرونه انه هم ممكن يغلطوا. يعني الغلط ده يا اخواننا ما حرام، ما حاجه يعني مستحيل انها تحصل. فدي ده يعني ده دي عينه او نوع من القوانين اللي انتم ممكن في قاعده الحوار انت وزوجك تعملوها. يا اخواننا انا بنصح بطول البال وبالمرونه، ما طول بال كلام انشاء. يعني مثلا في ام تقول لي والله انا بطول بالي، لكن لما نوصلني الحد بدقه. يا بنتي هنا ما طولتي بالك، وين طولتي بالك؟ هو طول البال بيبدا من لما نوصلك الحد ده. شفتي هو وصلك الحد يا داب، طول بالك بيبدا من هنا يا داب، من هنا بده طول البال، ما لما كان بيعمل في حاجاته العامله ازعاج. لكن لما انت توصلي الحد من ازعاجه يا داب، من هنا طول البال بيبتدي، فانت ما طولتي بالك. فيا اخواننا طول البال والمرونه والتقبل مننا كاهل، زي ما قلت لي احتماليه انه اطفالنا دي حيغلطوا، عشان ذاته احنا نوسع لهم سقف المعرفه. حاجه ثانيه بينصح بيها انه يعني في اسم انسحاب تكتيكي، ما بيقلل من مكانتك كابو ولا بيقلل من قيمتك كام. لما يحصل تكسير لواحد من القوانين وانت حاسه انه ممكن يكون في نقاش بنفس حار، ما تتناقش، خليه. يعني قلتي مثلا قوموا نوموا، قال لك يا خليهم يحضروا في البيت من النهايه، خليهم يحضروا، ما هم ثاني ما هيعملوا كل يوم، لانك انت حتدخل معاه في الاوضه بعد ما هم ينوموا تتناقش معاه في الامر ده، ما حيتكرر. فما تتناقش معاه في اللحظه، ما يعني ما فيها اي خلل في شخصياتكم او في قوانين. يا جماعه ما في زرار سحري احنا بنضغط عليه بالليل، بنصحى الصباح بنلقى انه يعني سلوكيات اطفالنا اتغيرت من سلبي لايجابي. لا بد من اننا نكون مرنين، لا بد من اننا ناخذ وندي مع اطفالنا،
لابد من إننا نقرأ ونفتش ونشوف ونسأل ونسمع. أنا قبل ما أخلص كلامي عندي قصتين عايزة أحكيهم. القصة الأولى إنه أنا يعني عندي شغف كده بإني أقرأ الكتابات اللي بتكون في وسائل المواصلات العامة بورق. واكتشفت إنه الحاجة دي مش بس في السودان، في بريطانيا هنا برضو في الباصات أحيانا بيكون في كلام مكتوب بورق. فمرة قبل سنوات يعني أنا كنت في العربية شايفة قدامي في ركشة مكتوب فيها الونسة مهمة بس. والله يا جماعة أنا العبارة دي من عمقها حسيت إني قريت بقلبي ما بعيوني. الونسة مهمة. الزول ده اختصر الحياة في العبارة دي. الونسة دي معناها الاهتمام بالتفاصيل. أنت الزول اللي بتحبه ده بتهتم بتفاصيله، بتاخد وتدي، الطبطبة، الكلام، الحكي. الناس اللي بيشتكوا يا أخواننا من الخرس الزوجي ومن الصمت الحاصل في البيوت ومن إنه أنا ولدي ما بيحكي لي الحاجات اللي بتحصل فيهم. يا أخواننا الونسة مهمة. اتونسوا عليكم الله ويتكلموا وأقعدوا. يتونسوا رغم ضغوطات الحياة، يتونسوا رغم إنعاش الحياة السريع والدوامات اللي إحنا حاينين فيها. والله الحكاية دي ما عشان أن إحنا بنربي برا ولا عشان الوضع مختلف. الحاجات دي from inside، من جوانا. التربية السليمة والعلاقات الإنسانية الحميمة عندها علاقة بزمان ولا عندها علاقة بمكان نهائي. زمان أبهاتنا يعني عاشوا علاقات في منتهى الجمال، إحنا شفناها وقاعدين نحاكي فيها. أنا واحدة من الناس، أبوي ربنا يرحمه ويغفر ليه، كان كل شهر 11 اللي هو قريب للشتاء عندنا ورد انجليزي مزروع كان في حوش الرجال، كان بيطلع ورده واحده لونها احمر. والله انا بتذكر لحد الليله كان بكثيره بيجيب الام الله يرحمها ويغفر ليها بتشيلها بتدخلها في فرقات شعرها. ما كان بيقولوا لنا كلام، لكن احنا كنا شايفين انه دي الطريقه بتاعت الحياه السليمه. اقول لكم انه اطفالنا يعني مفاهيمهم اتغيرت عن الزمن. الزمان مش زمان يقول لك انه الطفل بيحضر الشريط بتاع العرس فامه وابوه يقوم يقول لهم ليه انا ما في الشريط ده. يعني اغلب الناس بتقول الحاجه دي. انا يا من ولدي الصغير يا من عمره 7 سنوات تعدى المراحل دي، حضر السي دي بتاع زواجنا انا وابوه، قام قال لي يا ماما انت ليه ده يختارك انت دون عن باقي الليبز اللي هو بيعرفه. تطور يعني الواحد لو ما بقى مستعد. الشعار بالمناسبة في تربية الأطفال الزمن ده كن مستعدا. الشاهد إن أنا استفدت من سؤاله ده في إنه أشرح له وقلت له، والإجابة بتاعتي كانت قلت له يا يامين بسبب الحب، ده حباني وعشان كده قام يختارني من باقي الليديز ويتزوجني. قام قال لي يعني يا مام كل الناس المتزوجين بيتزوجوا بالحب؟ قلت له لا، في ناس بيتزوجوا بأسباب تانية، لكن ده أساس الحياة، واحد من الأسس بتاع تربية يعني حياة الناس الزوجية. القصة الثانية دايرة أحكيها، قريت قبل أسبوعين بوست منزلاه أم جميلة في واحد من جروبات الفيسبوك، قالت يا إخواني لما تحصنوا أطفالكم أدعوا إنه ما في زول يربيهم غيركم، وإنه ما يحتاجوا لحضن ولا لمحنة ولا محبة من زول غيركم. فيا إخواننا أدعوا وكلنا ندعي وإن شاء الله ربنا يقدرنا على التربية السليمة الغويمة. شكرا جدا لحضوركم ولاستماعكم لزمنكم اللي اديتوني ليه، وشكرا لانور وايثار، وشكرا للمشاركين اللي حيدخل معانا داليا وكاظم يعني، وشكرا طبعا اكيد للعولمه والانترنت اللي جعلت اللقاء ده ممكن. شكرا لكم. شكرا جزيلا دكتور شرافه، صراحه كده يعني كاريزماتيك واخذتينا تماما يعني، الواحد كده كان توتالي تيكن مع الكلام، وديتينا ضربه في الانكل كده بالجنبه بتاع الباب اختارك ليه بتاع المهم. طيب إيثار، يا ريت لو المحاور بتاع داليا وكاظم. ايه تفضلي. تمام. قبل ما اجي لداليا وكاظم عندي بس تعليقين مع دكتورة سلافة. الحته بتاعت ما قسوة على الاهل دائما 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 بنكررها، اللي هي بنقول انه احنا بنتحول من الحب الغير مشروط للحب المسؤول. يعني انت لما تعاقب طفلك، لما تشيد عليه شويه، معناه انه انت بتحبه بمسؤوليه، انت عايز طفلك يبقى مسؤول عشان كده بتعاقبه. ايوه، ما الحب الغير مشروط. كثير من الاهل طبعا يعني بيزعلوا مني في الحته دي وبيقعدوا يقولوا لي لا احنا بنحب اولادنا اصلا. ما كل الناس بتحب اولادها الحمد والشكر لله، لكن في حاجه اسمها الحب المسؤول. دائما خد في بالك انا هعاقب طفلي لانه انا عايز الطفل ده يطلع مسؤول، ما لانه انا زول قاسي. والحته الثانيه طبعا بدات الطفل المثالي، وسبحان الله
بتجينا كثير، بتصهر كثير شديدة الطفل المثالي ده، وفعلاً بيكون عنده نظرة سوداوية للحياة. يعني الناس بيفتكروا إنه الطفل المثالي ده طفل سعيد، بيكون عنده نظرة سوداوية مبالغة، وهي بتجي من وين؟ لأنه بيكون شايف أبداً ما في طريقة أصل لهدف. يعني مهما تعبت اللي هو، يعني أنا قبل كده لقيت طفل ممتحن 8 مواد، الـ7 مواد جايب A ستار ومادة واحدة جايب B، الطفل ده كان منهار انهيار ما طبيعي. ايوه ده يعني في حين انه هو بالضبط وبيبكي ومنهار، في حين انه في اطفال ثانيين جايبين بي يو سيز ومبسوطين وسعيدين سعاده شديده. بالضبط. طيب ده الطفل الطبيعي بالمناسبه، الطفل الطبيعي الطفل اللي بيغلط والطفل السعيد، يعني ما هو ما طفل بيعمل كل الشيء الطبيعي بيعمله بطريقه طبيعيه. لكن الطفل اللي عنده بيرفكشنزم ده طفل آلي، طفل آلي ماشي ممشى بالانتقاد الكثير، بانه ما مديني المساحه بتاعت غلط، بانه يعني عاملين له مشارطين له انه انت لازم تكون ممتاز عشان احنا نحبك وعشان احنا نجيب لك هدايا وعشان احنا نستمر نتعامل معاك. شكرا لك. تمام شكرا يا دكتور سلافة، جدا جدا جدا. نمشي دكتور كاظم وداليا، كيفكم؟ يا هلا مرحبا. كيفك يا إيساش؟ كيف؟ أهلا نسار، أهلا دكتور أنوار. كويسين سامعنا دكتور سلافة. يا هلا بيكم. سعيدين. قلت لهم ديل أقرب زوجين أنا شفتهم مما بدأت الكورونا دي. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك. إن شاء الله تدوم يا رب. نعم. طيب. نحن معانا دكتور كاظم وداليا كمثال للأب والأم وتربيه في التربيه في الأطفال، وكذا زي ما قلنا انه بيحصل اختلافات وبيحصل توافقات عادي في كل المسار. دكتور كاظم حمد بيكا، وانا طبعا يعني بالنسبه لي غريب، انا يعني كاظم لانه بتعامل معاه كثير، فبالنسبه لي غريبه بقول دكتور كاظم كل شويه. لكن نبدا بيكا، رايك شنو في فكره التربيه، في مفهوم التربيه من وجهه نظرك؟ أول شيء بسلم على الجميع وبسلم على الناس اللي بتشوفنا، وبسلم على دكتور أنوار ودكتور سلافة وإيثار أستاذ إيثار، وسعيد جدا باللقاء دي. طبعا أنا بالنسبة لمفهوم التربية، التربية بالنسبة لي طبعا هي عملية تربية وتعليم للطفل من الولادة لحد سن البلوغ، خلاص، وبتشمل الاحتياجات الأساسية للطفل، بداية من النمو الجسدي والعقلي والفكري وكل المراحل اللي بمر بها الطفل، يعني من صغره لحد ما يبلغ سن الرشد وبعد كده. ده بالنسبة لي مفهوم التربية يعني باختصار. تمام. داليا رايك شنو في فكرة التربية، مفهوم التربية؟ والله يعني هي أنا عارفة أقول لك شنو. طبعاً يا إيثار، أول حاجة نسلم عليكم كلكم، دكتور أنور ودكتور السلاحة والموجودين كلهم. التربية إنك أنت متواجد بتكون مع الطفل، ونفس الوقت بتحاول يعني نفس كلامك الجبال، إنك تطلع إنسان يعني يفيد المجتمع. يعني حتى لما يكون مثلا هو بيتكلم معي، مثلا ولدي لما يقول لي كده في اولى ابتدائي حاجه زي كده، فكان بيقول لي انه انا مبكر اطلع لاعب كوره. فبقلت له انا ما اعرف الفائده بتاعه تكون لاعب كوره، اذا بوت حيكون عندك ممكن قروش كثيره واي حاجه، لكن انت حتقدم للناس. فكان هو طبعا رده انترتينمنت، فبقيت بقول له انترتينمنت يعني حاجه حلوه، لكن انا بفتكر انه الزول مهم جدا انه يكون عنده حاجه بعينك مع ربنا في نفس الوقت. فهي انك انت بتحاول تدي افكارك وفي نفس الوقت تشوف افكاره وتقومها في الاتجاه الصحيح، ممكن نقول بحيث انه يكون مفيد. وفي نفس الوقت مهم جدا بالنسبه لي انه الجانب الديني في نفس يعني في نفس الوقت انك انت بتحاول تزرعيه. تمام. طيب يا دكتور كاظم، تفتكر مهم ولا ما مهم نتناقش عن موضوع التربية وكيف عايزين نربي أطفالنا قبل الزواج؟ قبل دكتورة سلافة بتقول أحسن بعد ما نولد طفلنا الأول، فرأيك شنو في الحتة دي؟
نتكلم عن واقع صح؟ الواقع طبعا اهم الواقع دائما الطرفين في البدايه يعني بيكون عندهم اولويات انه بيتفقوا في امور الزواج، كيف حيكون ليله الزواج، كيف حيكون الحياه بعد كده، حنسكن وين، حنمشي شهر عسل وين، يعني في حاجات كثيره بتكون شغلاهم. ف اوكي حكايه انه الناس تناقش التربيه قبل الزواج يعني انا بشجع كده، لكن في الواقع انه دائما الناس ما بتتطرق لها في البدايه، لانه ليترون زي ما عارفين بيحصل تغيرات في المجتمع وتغيرات في متطلبات العصر واشياء كثيره، فكل شيء طبعا بوقته. ده من وجهه نظري. داليا رايك شنو؟ هل الناس تتناقش قبل الزواج ولا لا، بعد الزواج ولا بعد ما يحتكوا فعلا، لانه احنا حنربي ناس؟ ما هي لو في طريقه طبعا يعني والناس ناقشت الحكايه دي بيكون كويس، لكن هي الزول انا غايته بفتكر الاختيار للبني ادم، انت ذاتك اللي حتختاره، هو بوري بانك انت بيسهل على الناس ان هم بعدينك حيكونوا متفقين مع بعض في التربيه، لانه هو في اسس ثانيه هم بيكونوا وهم بيختاروا بعض هم بشوفوها. لكن أثناء طبعا لو هم عملوها أنا شايفها كويس، لكن صعب لازم تكون في حاجة يعني موقع طفل يعني أنت بتكون في معمعة تانية زي ما بقوله. أنا يا إيثار مع داليا في كلامه إنه فعلا أنت يعني الاختيار، أنا قلت لهم زمان كنت بقول إنه يعني قبل ما أتزوج إنه الاختيار بيمثل 75% من نجاح الحياة الزوجية. بعد ما تزوجتها وتجربة فاقت 10 سنوات، أنا حاليا بقول إنه الاختيار الصح بيمثل أكثر من 90 أو 95% من نجاح واستمرارية الحياة الزوجية. ما نجاح شكليا ونجاح إنه إحنا ناس واو كده قدام المجتمع أزواج ظريفين وأنا بحنتي طوال، أبدا نجاح معنوي، نجاح في شكل أمان، إنه يكون السند بتاعك، إنها هي تكون ظهرك لما تختاره صح بتصور الحاجات دي. فتلقائيا حتى انه انتوا تتفقوا بعد ذاك على اسس وعلى مفاهيم لحياتكم سواء تربويه او غير تربويه، زي ما قلت لك انا قبل ما اتزوج سالت زوجي واحنا مخطوبين انه انا لو ما جبت اطفال بعدين شكل الحياه بنتنا حيكون كيف؟ فممكن احنا ما يكون اتفقنا على مفاهيم تربويه وانما يكون على مفاهيم حياتيه في نفسها. فيا اخواننا عليكم الله اختاروا صح. طيب يا اخواننا اسمحوا لي هنا، ده انا اي ونت تو ديكلير كونفليكت اوف انترست. انا قاعد ببني في منصه اسمها زواج سوداني، المنصة دي لها حالياً 4 سنوات في الريسيرش. 4 سنوات يعني ما طوال، قمت جريت وقلت يا أخواننا تعالوا أنا بعمل لكم وأجمع لكم رأسين في الحلال، طويلة ما عارف صفرات وغدس الحياة الزوجية، وده جاي والله يا أخي شاب محافظ في الداخل، إنما بيز على الريسيرش في إنه يا أخي كيف الناس المفروض إنها تابروش المسألة بتاعت الزواج دي. وأنا كنت دائماً خاطي في بالي إنه بيتي إقبال عمرها 12 سنة أسي في وقت ما لو ربنا ودى في أجيالنا هتكون دار تشوف شريك زواجها. I want to empower her، يعني دار أديها القدرة على إنها تختار شريكة زي ما شريك بيختارها هي. فالوضع بتاع إنه البيت قاعدة باسيف مستنية فارس الأحلام والبتاع، ودائما fantasizing about اليوم بتاع الزواج واسمه شنو ده ولابس الزفاف والشباين حوالينا وإلى آخره. الكلام ده جاء من تحليل لأنه أهم decision بيعملوه ولا أهم event في حياة السودانيين بصورة عامة هو الزواج. يعني في مجتمعات كثيرة بتلقى إنه الراجل بيبقى راجل لما يكون عنده بيت، لما يكون عنده وظيفة ثابتة، لما يكون عنده حاجة ثابتة. نحن بنلقى الزواج ده بيتم في كل الظروف تحت الشباب، ما عنده بيت، ما عنده شغل، بعض الأحيان بيعرس له أبوه ولا خال ولا عمه إلى آخره، ما عنده مستقبل واضح، ما عنده plans، وهذا كله بيحصل الإيفنت. لأن هو الإيفنت المهم. وبعد تجارب شخصية فاشلة أنا شخصية في موضوع الزواج ولا كده، قررت إنه أبدأ المنصة دي وشغال الريسيرش. الحتة بتاعت اختيار الشريك بتاع الحياة ده أعتقد إنه من أخطر الحاجات اللي بيعملوها. يعني في نوع من أنواع الزواج اللي اسمه sex driven marriage، يعني الشاب مهووس ومكبوت فدار يتزوج، كذلك البنت مكبوتة ومهووسة دار تتزوج. فهم ما شايفين الحاجة الكبيرة اللي ماشيين عليها، شايفين الأيام القلائل دي، بيعانوا في الإيفنت يوم الزواج والهانيمون، بعد ذاك اللي حصل شنو؟
اللي يحصل حيجور الناس سألونا ما بقي ثلاثة وإلى آخره والسكة الثانية اللي بيحصل عادات وتقاليد ماشيين فيها. فأي want to intervene دائرة تدخل في الحتة دي وشايف إنه والله يا أخي المنصة دي هتعمل حاجات كبيرة. أنا سبت I declare conflict of interest تضارب بتاع مصالح لأنه المنصة يعني حاجة هتكون موجودة في حتة دي ما أقدر استغل المنصة وأعلن عنها. لكن بوري إنه في ناس بيبذلوا efforts علمية وبحثية على أساس إنه يساعدوا في الحتة دي لأن currently is not scientific is not research فيها كثير من الكايوس الحاصل. حقيقة نعم. والله كلام يعني في منتهى الغرابة. ربنا يوفقك إن شاء الله. طيب نرجع لدكتور كاظم العالم. أحكوا لنا يا دكتور كاظم شنو الحاجات اللي ممكن تكونوا بتتوافقوا فيها في التربية وعارفين إنه القوانين دي إحنا متفقين فيها ويعني الاثنين عملتوها مع بعض كأم وأبو. والله حاجات كثيرة يعني من البداية بنعمل برنامج للتربية يعني كل عمر له حاجته له خصوصيته له برنامج معين. مثلا من البداية بنحاول إننا يعني دائما نكون صادقين مع الأولاد يعني مثلا أوكي أنا هأعمل كده هنعمل كده هننفذ عشان هم نفسهم يعني يحزوا الحزو حقنا وكده. دائما ما بنحاول انه مثلا حتى لو في خلافات او في اختلاف وجهات النظر انه مثلا نعكسها للاولاد او الاولاد مثلا يشوفوها حتى انه ما يتاثروا. بنضع قوانين في البيت. القوانين طبعا اول حاجه انا وداليا بنقوم بتنفيذها يعني في المقام الاول وهم نفسهم طبعا بيشوفونا واكيد حينفذوا. الحاجات كثيرة جدا يمكن داليا بتتذكر أكثر مني لأنها هي قاعدة مع الأولاد وهي أنا بخط القوانين actually. أنا الملكة وأنا بوقع وأنا بوقع هو ما عنده طريقة يقول لا والتنفيذ مشترك no way يعني. طيب أنتوا عندكم سيدي أجريمنت انه داليا بتخط القوانين وكاظم بيوقع دي حاجه كويسه. انا الشخص عايز ديسجريمنت تمام بسبب الانفصال وكده. في كثير من الاحيان بيكون ما عندي طريقه غير انه اوقع مش لانه انا مختار وانما يعني في ميسكوميونيكيشن. نعم مجبور انه اخاك لا بطل في حاجه زي دي يا دكتوره سلافه بتاع انه انا وام اولادي ما عندنا كوميونيكيشن مباشر. أنا بتكلم مع أولادي وهي بتتكلم مع أولادها الاثنين سوا. ففي حالة زي دي كيف يكون الأريجمنت؟ يعني أنت بتشوف حاجات بعض المرات سلوكيات عند الطفل قد تكون جميلة ممتازة تقدر تعرف كيف توصل لها. يعني بالذات الزول ما يبقى بعيد من أولاده غير عن تجربته الشخصية بيكون مهتم أكثر إنه يعرف عنه. وفي الحتة دي أنا داير أنبه آباء وأمهات كتار قاعدين فيزيكالي وسط آبائهم وأولادهم لكن ما جايب لهم خبر يعني كثيرين. قاعدين كل زول في عالم كثيرين يا دكتور أنور ونماذج يعني مؤسفة تماما. نعمة كبيرة جدا يفترض إنه الناس يعني the most precious يعني gift ربنا اداها لله سبحانه وتعالى هي أولادك. فدي يفترض إنه الزول يستثمر فيهم الاستثمار الكبير. طيب في حالة زي دي يا دكتور حياة الدنيا نعم ما في يعني أي excuse يا دكتور أنور يمنعك من إنك تتواصل مع أولادك بغض النظر عن شكل العلاقة بيناتكم. أنا بقول الإكسكيوز الوحيدة اللي بيخلي الأب ما يشارك في تربية أولاده إنه يكون متوفي. ربنا يديكم كلكم طول العمر وتربوا أطفالكم. الأب المنفصل، الأب المغترب، الأب اللي لأي ظرف من الظروف أو أي ثمن الأسباب عايش بعيد عن أولاده لا بد من إنه يكون متواصل مع أمهم. يتفقوا يخطوا خلافاتهم في صندوق بعيد ويتفقوا في موضوع الأطفال بعد خلافاتهم بطريقتها إن شاء الله لما نيجي عشان يشوفوا ما تلاقيه سلام ما تسلم عليه. لكن فيما يخص أطفالكم أنتوا أم وأبو بس. أوكي تمام شكرا جزيلا لك دكتور. طيب نثار ممكن تواصلين تمام. طيب دالي بما أنك بتخطي القوانين في البيت والنظام أدينا كده حاجات بتختلفوا فيها قوانين أنتوا مختلفين فيها. مش قوانين مختلفين فيها يعني مثلا أنا يعني يعني طبعاً بحس بأنه هم أنا أولادنا صغار يعني هم فرح 15 وعباس
17 فهي واحدة من حياتها الآن حطيتها ال... ما صغار يا داريو ما صغار يا داريو ما بعرف أقولها لكم بعد أوكي المهم أنا خدت لهم يعني الحاجة يعني أي حاجة يعني إحنا لما بنتفق عليها هي بتمشي صح إلا حاجة واحدة كاظم يعني ما لازم يخرقها اللي هي السناكس يعني إحنا يعني في عندنا قانون من هم في أول ابتدائي ممكن نقول إنه ما في اندومي إلا مرة في الأسبوع اللي هو أنا كنت عايزاه مرة في الشهر لكن لقيته صعب ما في شيبس وحياة زي كده إلا في الويكند فبلقاه بيقول لي يلا مرة خليها تمشي أقوم أقول أوكي مرات ده الانسحاب التكتيكي أنا بديل قلته ده الانسحاب التكتيكي قلته تمام يا داليا لا مرات بقول حجدع الزبالة يعني حقول المرة الجاية أحسها أوكي لكن مرة الجاية حجدع الزبالة لكن لحد حسا ما جد أحتها الزبالة ما جدعتي لازم اختراق القوانين مرة مرة لأنه عشان ما يحصل تمرد صح؟ دكتورة؟ صح أكيد أيوة أما ممكن دي بقول اختلاف الرأي لا يفسد ذروت قضية بعدين بدي نوع من الملح للحياة بديها طعم أكيد طيب أنا هنا برضو عشان برضو يا دكتورة سلافة وكل الشباب الموجودين برضو أنا إحنا ويشد ركوغنايز وأكنولج إنه والله يا أخي ما كل الآباء والأمهات ممكن يكونوا من السوشيو إيكونوميك باكجراوندز بتاعت على الأقل الناس الموجودين في الجلسة حاليا يعني خريجين بتوعون جامعات أوضاعهم المالية مستقرة ما عندهم مشكلة الديسأجريمنتس بتاعتهم في حاجات زي السناكس ولا كده ولا بتاع إنه والله عندنا ناس في معسكرات نازحين ومعسكرات بتاعت لجوء ولا بتاع موجودين أمهات وأبهات ومن حقهم إنه تصلهم نوعية المعرفة والحاجات اللي بتقدم في المتباحثين السودانيين على اساس انه يكونوا عارفين انه اولادهم يفترض انه ياخذوا جرعه بتاعه التربيه ممتازه الحاجات دي الاختلافات دي ممكن تصل لحته شويه اكستريم مش كده اكيد هاي. مهم جدا انه احنا نودي يعني لو احنا شخصيا ما بنمارس مثلا عنف في البيت بنعرف زول بيمارس عنف في البيت من الريليتيفز تبعنا مهم جدا انه نستصحب الحاجات دي معانا في النقاش بتاعنا على اساس انه يبقى النقاش بتاعنا فعلا بيتكلم عن المجتمع احنا بنتكلم عن كل الاطفال السودانيين حاليا لو سمحت لي اعلق بخصوص اشارتك لانه في اطفال بيتربوا في معسكرات وفي انا عندي تجربه سره جدا بتاعه شغل لمده سنتين ونص او اكثر مع منظمه امريكيه في منظمه في معسكرات النازحين في جنوب دارفور كنت شغاله في معسكر عطاش معسكر كلمه المعسكر المثير للجدل كان في نشرات الأخبار في الفترة دي فترة كانت بعد الحرب الأهلية اللي هي في 2005 أنا كنت متوقف من فترة من 2007 ل 2009 فكنت طبيب معسكر وبعد كده بقيت مدير الصحة الإنجابية كانوا بارتنر بتاعنا اليونيف بي اي فيعني عايشت الناس في المعسكرات ودخلت الحياة وشفت الناس يعني الحتة بتاعت التربية دي أنا لقيت في ناس بيربوا بالفطرة يعني الأسس الحسي إحنا بنقوله بمصطلحات كانت عندهم بفطرتهم كانوا بيربوا تربية في منتهى الجمال كان بتلقى الأبو المصاحب ولده سايق وماشي بطبطب على كتفه وداخلين على الزراعة وماشيين على السوق عشان يفتشوا على شغل اليومية فالحتة يعني هي في فطرة سليمة يا إخوانا لكن بس بتحتاج لتوجيه زي ما أنت قلت شكرا جزيلا دكتورة إيثار تمام أنا هرجع شوية لكاظم وداليا ثاني طيب عايزة أعرف هل تفتكروا أطفالكم لما تختلفوا مثلا في قانون أو كده هل بيستغلوا النقطة دي ولا لا بتعدي عليهم ولو بيستغلوها كيف أدونا مثال كده من البيت رح يتكلم وضع القوانين ايوه وضعت القوانين هي اللي تتكلم طبعا هي يعني لو حسوا بانه ممكن يحصل تنازل بيقوموا بيلعبوا على الحته دي كويس جدا يعني بتذكر فرح بدي يعني احنا مثلا
في المذاكرة وفي القراية بكون أنا عندي هنبدأ مواعيد معينة، عشان أنا بيكون مهم جدا بالنسبة لي ستة يكون خلص عشان يكون عندهم وقت يستمتعوا به. فبتقوم بتكون إنه عندها كرتون عندها حاجة ف يعني تضرب لأبوها تلفون في العيادة، يقوم يقول لي أوكي مشي ليها شوية. فقمت بالنهاية ستة بقيت بقول لها تقري براك، هي كانت يعني مفروض تبدأ تقرأ براء لكن ما عايزة تقرأ براء، فبقولها أنا بس تجي تسمع. فبيجا بيكون التلفون بيتضرب لأبوها بمعدل كله 5 دقائق. في النهاية بيجا بقولها أسمعي كلام ماما، الماما قالت ليك أعمل إيه. وبيجا حس على الدم، هو بيجا عنده حس الإرهاب بتاع إنه فرح ضربت التلفون طوالي أسمعي كلام ماما. أسمعي كلام ماما، ضربت كلام ماما قالت أنا مشغول عندي مريض. أنا مشغول عندي مريض فأسمع كلام ماما. لكن قللت كثير حسيت. أيوة طبعاً ما هم شوية كبروا لكن بيكون يعني طبعاً يعني الطفل الذكي، أنا دائماً بقول إنه الطفل الذكي بحس بإنه في جانب بيكون مرات يعني إحنا كاظم ناس بيتهم كلهم بيدلعوا الأطفال شديد، يعني بيحبوا العيال جداً وفي نفس الوقت بيدلعوا، فبيكون عارف إنه الجانب ده هو اللي بيدلع، فهو يمشي لو عنده طلب هو حيمشي للجانب دي لأنه هو أكيد حيوافق له بسهولة. فلكن بالزمن هو كاظم ذاته حبيقة بيعرف إنه 200 بيستغلوه. أنا أديكم نموذج نموذج حصل يعني خلال الأسبوع الفات. إقبال بنتي رسلت لي، أنا طبعاً زور خريج كوريا وهي إقبال نفسها ومأمون يتولدوا في كوريا الجنوبية. فرسلت لي قالت لي يا بابا دار أشارك في مسابقة بتاعت رقص في بوب كلتشر في كوريا الجنوبية، وفي فرقة صاعدة كده يعني حطمت الأرقام كلها وعاملين لهم مسابقة بتاعت رقص على الكفر بتاع الغنية الجديدة طلعت بتاعتهم. فافترض إنه كل مجموعة بتاعت شابات ولا لأنه الفرقة بنات بس يعملوا الرقصة دي ويطلعوها وفي جائزة 10,000 دولار. هي بتحب اللغة الكورية بتحب بتاع ما أعرف أنا احتمال عشان سرتها مدفونة هناك. فقالت لي أنا دار أشارك يا بابا، وقلت لها جدا أنا بنتي ما في مشكلة. طبعا في الحالة دي أنا I can imagine رأي أمها حيكون شنو في المسابقة بتاعت الرقصة، أنا ما عارفه لكن I can imagine. بعض مرات الطفل ما بالضرورة بيطلب منك الحاجة عشان هو دايرها، وإنما to test the water عشان شوف انت موقفك وين في الحتة دي. أي لأنه يعني جاء وقت المسابقة وانت سألتها قلت لها ها عملت شنو في المسابقة، أو سألتها سؤال بفوق يعني قلت لها الفاز من المسابقة منه، لا والله يا بابا نحن خليناها لأنه لقيت صحباتي عشان يعني نعمل ريهرسالز وكده وبتاع. فأنا بفتكر إنه بعض مرات الأطفال عندهم الذكاء في إنه يعرفوا الديسجريمنز بين الأب والأم. أيوة. وأسهل ده أتوجه لدالي أو كاظم، كيف لو الطفل عارف إنه في ديسجريمنت بينكم هل حتكونوا منفتحين وتتكلموا معه وتورينه والله يا أخي أنا رأيي كده وده رأيه كده، ولا حتحاولوا إنه والله يسمع كلام ماما يا كاظم؟ يعني هي بتكون على حسب الظروف. في مرات ذاته بيكون انه نقول خلي الحاجة تيجي بفوقتها على حسب الظروف بتاعتها هيحصل كيف، ومرات بيكون انه الرأي الأقرب للموضوع أهم انه يكون كاظم الرأي عنده، ومرات بيكون أنا يعني بيكون انه أنا الكلام حيمشي على حسب يعني أنا ما قدر أتذكر لك حاجة معينة. قدر أديك النموذج بتاع فرح ده، جاتك فرح قلت لك يا اخي انا داير اشارك في مسابقه بتاعه رقص والمسابقه دي على اليوتيوب، يعني هنعمل فيديو هننتج فيديو ونطلعه هنا، رايك شنو حيكون؟ هي انا يعني خلينا افكر انا لو فرح تمام لحد ما تفكري خلي كاظم يجاوب. كاظم مسابقه كاظم لا حصل قبل كده وقالت في مسابقه طبع نظارات تخيل لي برضو في انستغرام كده، فقلت لها ما في مشكله بس لازم تتحققي ان الموقع ده يكون موقع سليم ما يكون فيه مشكله، وقلت لها لان انا ما فاضي فخلي انت تتابعي مع ماما الموضوع ده واكيد هتصلوا لحاجه. فكان يعني والموضوع مش عادي. طيب السؤال الاهم يا كاظم، انت كنت تفتكر داليا حيكون رايها شنو؟ لان طبعا انا بثق جدا في داليا لانه ناس داليا يعني في التربية بالإجابة. التربية صعبين بالإجابة إنه أنا بثق فيها
يبقى معناه كده خلاص انت خسرت الجيم. ما هي وهنا عندي اوضح الحته دي، هي دقيقه دقيقه جدا في المتابعه معاك، ودي حقيقه يعني. لانك انت بتسخ، انا اعتقد انه اسوء حاجه بيعملها الطلاق انه بيعمل يعني المسترس اللي بيحصل في الطلاق، بانه انا والله بعد ده لو لونجر بسخ في الطرف الثاني وفي ارائه وشايف العالم كله من الفيو بتاعي. اعتقد دي اسوء حاجه بيعملها. ايوه الديستراكشن اللي بيحصل ده. وبعد ذاك اي بيكون الامبليكيشنز تحته على الاولاد، انه بيسمعوا رايين، بيسمعوا مدرستين الى اخره، وبيكونوا دائما في كونفليكس. شكرا لكم اداليا وكاظم، الحته دي كانت مهمه لكم. يثار في الحته بتاعت القوانين برضو في حاجه مهمه، انه صح العيال دائما بيحبوا يمشوا لزول الحكسر القانون، فمهم انه يعني مثلا اذا الام هي الخاطه القانون لا، انه مثلا لو مشوا للابو، الابو لا ارجعوا لامكم ويتفقوا معاه. الابو خاطه القانون، هم جو ما عاجبهم الكلام ده، ارجعوا يتناقشوا مع ابوكم، حلوا المشكله، شوفوا تصلوا لوين. يعني ما لازم نعكس احنا حابين القانون ولا ما حابينه، لانه ده حيأثر على طفلنا في الاخر. رايك شنو انت في تفكير الشخص الثاني؟ دي ما حاجه المفروض نعكسها للطفل، خلاص احتفظ به لنفسك، لكن ما حنعكسه للطفل. في نوع ثاني من الاطفال هو اللي بيكون دارك سر القانون، لا فارق مع الام لا فارق مع الابو. وطبعا من الاطفال زي ده فتح الرحمن ولدي، هو حسي قاعد يتفرج فيني وقال لي ماما انا لو استفدت حاجتي بنتي هتستفيدنا الليله. هو حيكون مبسوط. انت تقريبا الليله يا ايسر مبسوط وفيد انه انا الليله حاطط المساعد. فتح الرحمن هو حسي ان شاء الله بيكون 7 سنين، من النوع اللي بيحب يخوض هو القانون ويكسر هو القانون ويغير القانون بمزاجه. في النهايه طبعا بقت حكومه القانون اللي اي حاجه اي بالضبط. كل يعني عنده اليومين دول برضه عشان الاجازه، فعنده التليفون، فجاء قال لي انه نمسك التليفون مده كامله. ابوه قال له لا حنشيله منه كله، فقام قال له خلاص اتفق مع امك وشوف حتمسكه مده كم. فجاء اتفق معي، وصلنا لفتره معينه بالصباح فتره معينه بالليل. فقام الليله اول يوم مسك التليفون كمل الفتره بتاعت الصباح، فجاب العصر طبعا خلاص ده يلغي القانون ولا وما حينفع وهيجة جديدة. ففي النهاية هنا يعني دائما بنقول للأمهات والأبهات، لما الطفل يكون هو عايز يكسر القوانين ما نستسلم له، لازم يعرف إنه القانون قانون. لو نحن كأبهات وأمهات عايزين نكسر القانون مرات ما في مشكلة، في النهاية التربية إنه نكون مرنين، ما عقاب وجدول والناس ماشي، لا ممكن عادي نكسره، لكن ما نعود الطفل إنه هو اللي بيكسر القانون. يعني ممكن نتناقش معاه ونصل معاه لحاجة في النص، يحس انه هو يعني هو في انفولفمنت حاصل لو انت تبع البيت ده، لكن ما يكون متعود انه هو دائما بيكسر القانون هو ذاته نفسه. طيب كاظم، تنصح لنا شنو الابهات فيما يختص بالاختلاف والاتفاق في التربيه؟ ثاني معلش ما سمعت كويس. تنصح لنا الابهات، الابهات الابو الرجل في البيت، تنصح شنو في الاختلاف والاتفاق في التربية؟ تنصحهم بشنو؟ والله بنصحهم طبعا انه يكون في اتفاق بين الطرفين، ويكون في احترام، ويكون في صدق مع الاولاد، وانه الطرفين يتحملوا المسؤولية، مسؤولية التربية، وانه التربية مشاركة بين الام وبين الاب، يعني ما بتكون على طرف واحد، وانه دائما يعني حتى لو كان في شغل في يعني مشاكل في الشغل وكذا، انه الواحد ما ينقل مشاكله للبيت حتى انه الناس ما تتاثر، وانه الطرفين يتفقوا على يعني منهج معين للتربيه. شكرا شديد. داليا، تنصح لنا الامهات شنو؟ انصح الامهات يعني تقريبا نفس كلام كاظم، بعدين انه في يعني هنا أنا في السعودية عندي صحباتي كثير بيكون، فبيفتكروا في واحدين بيفتكروا إنه من البطولة بأنك أنت ما تشرك، وأنا كنت دائماً بقول لهم بالعكس، يعني أنا كاظم من يوم ولادتهم في أي جزء هو موجود، يعني حمامهم، رضيعهم، تلبس بامبرز، حصح في قرايتهم، في أي حاجة. فهو عشان كده أنا بقول لك إن إحنا بنكون مع بعض في كل حاجة، يعني بنكون متفقين ضمنياً إنه يعني إحنا عايزين نعمل شنو، عرفتي؟
فدي انا بشوفها مهمه ان هي تشرك، لازم تشرك الاب في مع او يعني في تربيه الاولاد منهم صغار، يعني ما تخليه وتقول لا هو تعبان ولا هي يعني ما في داعي ولا يعني مع المشاكل حقه في المدرسه ما يحكوا عليه. يعني حتى يعني انا برضو لو في مشكله ولا في حاجه برضو لازم بقوم بقول لهم احسن احكيها انت من ما اقولها انا. فبتلقيه هو براو مش عشان يقولها بطريقته، لاني لو انا نقلتها حنقولها بطريقه انه عاقبه، وهو بيجي انه يعني طريقة. يعني احنا عندنا في عباس يعني تمام يرقد ويحضر الأول وبعد ذاك. والله يا أخي أنا طبعا المشكلة نعم بذكر بس بالعبارة اللي قلت لكم قالها صاحب الخيال الواسع، إنه مشكلة يعني سبب الطلاقات الكثيرة دي هي الزواجات الكثيرة دي. هو كلامه عشان نعمل له ريفريمينج، إنه والله يا أخي سبب الزواجات الكثيرة دي الناتجة عن عدم اختيار بالضبط كده يعني صحيح لله مش يعني فيه توفيق من الله سبحانه وتعالى وإي حياة كل زور عنده قسمة وإلى آخره وإلى آخره، لكن في ميجرز في حياة كثيرة يعني، وبرضو في ظروف بتفرق من مكان لمكان. يعني أنا من كنت مغترب متزوج اختلف تماما لما جيت رجعت السودان بقيت مع نسابتي، اختلف تماما لما بقيت مع أولادي برانا اختلف، والشغل وإلى آخره. فالراجل الادعاء بتاع إنه الراجل بيربي دي أنا شخصياً I cannot claim نهائياً. أفتكر إنه كان أفضل حاجة اتفقت فيها كان مع أم أولادي من البداية إنه التربية دي عليك ما علي أنا، مش لأنه ما مسؤول، وإنما أنا ذاتي تربيت مع والدتي الله يرحمها وشفتها وتربيت مع حبوبتي الله يرحمها. فالناس ديل أنا شفتها إنه يعني في مؤسسة كاملة بتاع التربية كل زول بيساهم فيها بحدة. يعني الناس هم نتكلم على أساس إن والله الأسرة نيوكلر يعني أسرة صغيرون النووية الأب والأم والأبناء بس، لكن أنا تربيت في أسرة ممتدة ونهلت من كل الحاجات، شفت الديسكريمنس وإلى آخره وإلى آخره. فالحاجة الفيو بتاعتي كان للتربية إنه بتربي الأم، فمش لأنه أبوي ما رباني، لا لأنه الأم قاعد تربي في السودان كله، والراجل شغال في المزارع وشغال سارح بالبقر، والسودان كله كده يعني. إلا في العصور الأخيرة فقدنا يعني جراديوي للمؤسسة بتاعت الحبوبة، فيبقى الاختيار والاتفاق من البداية، وبعد ذلك دعم الأم في إنها تقوم بدورها بصورة أفضل، بإنها تمشي من المرحلة بتاعت الرعاية، يا ولد أقعد ساي، يا ولد أقعد زي الناس. حتى العبارة دي مضحكة، إذا أقعد زي الناس، الناس قاعدين كيف تصدق معك وتأكل وتشرب وتنوم وإلى آخره، لأنها تأخذ دورة بتاع التربية. يعني مسألة التثقيف دي أنا أعتقد إنها مهمة جدا جدا. أنا قلت لإيثار قبل كده إنه الناس ما قاعد تقرأ في السودان، يعني الزورة بتكون مقبلة علينا يعني تنجب طفل ولا كده، ما بتقرأ عن التربية بتسمع. لو سمحت لي يا دكتور أنور، هنا أنا دائما يعني بيجيني تساؤلات ورسائل في الماسنجر، مما أقرأ شكل الرسالة بكون متأكدة إنها دي أم بكرية، إنه ده أول طفل لها، عشان كده هي ما قادرة تتعامل معه. فدايما بقول لهم يا إخواننا أرجوكم من يوم ما تعرف روحك حامل بأول طفل ليكي بنفس المستوى اللي أنت بتجهز به في غرفتك، وألوان ستايرك مع ألوان لون الملايات، ودايرة لي يا إخواننا زورة طعم الخبيز مظبوط، والريحة دايرة تجدديها عليك لما تيجي بالليل ترقدي في السرير، أفتحي تلفونك شوفي ليكي موقع بتكلم عن تربية الأطفال. ده ما بني آدم جاي، ده يعني ما جاي مربع، ده زول يعني حيكون منتظر أنت تديله أي شيء، جاي صفحة بيضة عليك الله أقري، أعرف التطورات اللي بتحصل ليه وشنو، أعرف في كمية من المواقع البروفيشنال لو الناس اجتهدت وسألت بتلقاها بكل اللغات الحية، بتلقي الموقع اللي بيرافقك في طوال فترة الحين، بأنه هسي التطور الحاصل لطفلك كده وكده وكده، لما يتولد بيوريكي الشيء الطبيعي ليه وشنو والشيء ما طبيعي، عشان انت ما تقعدي تكوني في حاله سؤال طوالي او تكوني قاعده عميانه مغبيه، انت ما عارفه بتربي زي ما ربوك. انا ما بقول انه كل اللي ربونا عليه كان غلط، لكن ما كله ينفع للزمن الحسي احنا فيه. صحيح. انا بقول من المهم جدا، ايوه من المهم انه الامهات يتثقفوا، يعني ما ممكن يلا زي دي ما بتكون استعدت لطفلها ده عشان تربيه كيف، نفسها دي الام اللي بتفضل بس تاكل وتشرب لما فجاه طفله تقول يا اخوانا عليكم تكلمون على فتره المراهقه وتكتشف ان طفله عمره 13 سنه. طب انا ثاني اقول لك شنو انت حتحصل شنو ثاني، انت لما ما صاحبتني ما هو صغير، لما ما عرفت اصحابه واهل اصحابه،
لما ما عرفتي أحلامه، لما ما عرفتي حاجات اللي بتخوفه، لما ما عرفتي طموحاته، لما ما عرفتي أصحابه المفضلين والحاجات اللي هو داير، لما ما عرفتي هو داير يبقى شنو يبقى كبير، هتتواصل معاه كيف بعد ما يبقى عمره 13 سنة؟ المجابهة بتحصل هنا، ما بدخل الثاني في عالمه ثاني، يعني يعني هو ما مستحيل لكن صعب إن الثاني تنكلودي في العالم بتاعه. يا اخوانا يعني فتشوا واسالوا واجتهدوا، وزي ما قلت لك انا اسي ابريشيت جدا الناس الموجودين معانا، اظهر لي فك العين 400 وكسر، دي كلها ناس بتعمل في شيء صح شايفه في اصح منه، او بتعمل في شيء غلط وعايزه تصلحه، فهذه هنا المسؤوليه بتاعتنا عن احنا، ان شاء ربنا يقدرنا يا رب. اللهم امين. الحته الثانيه الدار اقول انه برضو في دور للاب وانه ممكن يعمله. الام السودانيه اخوانا على ضغوطات شديده جدا جدا، على ضغوطات من نسابتها، على ضغوطات من زملانا، على ضغوطات من المجتمع كله. في حاجة اسمها بتعمير المرأة السودانية وحريفة فيها جدا، اسمها perception management، اللي هي إنه أنا يعني أواكب وأستجيب لنظرة المجتمع لي. المجتمع داير مني شنو؟ أنا أكون شكلي زيه، مع أننا في البيكا وفي العرس مجاملة في معارف في كل البتاع، أي عرس بتاع نسابته إلى آخره إلى آخره. الضغط ده بيقدر يخفف الراجل تحديدا فيما يلي أهله هو، لانه دي الحته اللي بتكون المراه خدت اعتبارها. احنا مجتمع قبلي عشائري الى اخره، فالمراه بتكون طوالي في حاله بتاع الضغوط مستمره. الراجل هو اللي ممكن يجيب في الحته دي، يعني كونك انك تخلي زوجتك ولا شريكه حياتك دي تخليها زي ما يقولوا عرضه لتنمر اهلك وكده، واستجابه متواصله لطلباتهم، دي حاجه ممكن تثبتها انت. انت ممكن تعتذر لهم، والله اخوانا اخي معلش احنا ما حنقدر نجيكم لانه انا عندي حاجه في بيتنا، انا عندي انا داير زوجتي تعمل حاجه. الحاجة دي انت ممكن تعملها. انا بشوف في رجال كتير كثيرين جدا سلبيين في الدفاع عن ابنائهم، في حق ابنائهم انه امهم تكون متواجده معاهم، وانه يا اخي اقعد معاهم كده تونس معاهم. يعني الحاجة دي انا ايمسك السحالية لانه فقدتها زمان لما كانت عندي ما كنت شايفها. فاسي الناس اللي عندهم يا اخوانا انتبهوا لها. الراجل يفترض انه يدافع عن مرته، وما في مشكله في الكلام ده نهائيا يا اخي، انت لا باطل لا جبان لا بتمشي ورا مرتك، انت راجل فعلا، انت بتعايل بتحرص على ان اسرتك دي وزوجتك اللي هي الكور بتاعها ان الزوله دي تكون موجوده ويعني متوفر للاطفال بتوعها. عندنا الصديق يا دكتور انور لو سمحت لي اقاطعك، قال الناس بيقولوا انت بتسمع كلام مرتك، وما اسمعه، في من احسن من مرتي انا اسمع كلامه. نعم. ففي الحته دي بيحضرني يعني في الاول والاخر الامر اتفاق. انا واحده من الناس لما كنت عروس انا زوجي من الاغاليم، وانا زي ما بقولوا بتعاصمه، فانا راجعه من شهر العسل عروس لسه حنتنا في يدينا، قعدت في بيتنا قلت له عاين، هو كان سيناري في الجامعه، قلت له انت شفتني في الجامعه، شفت انا بتعامل كيف، اتخطبنا سنه ونص وشفت اهلي وناس بيتنا بيتعاملوا كيف، احنا ناس بنحترم اللي بيحترمنا، لكن انا هسي في سفرتي دي احنا مسافرين كنا لاهله في واحده من الولايات، لو اي زول من اهلك يتعدى علي او على حدودي انا بديه نصيبه في مكانه، بحيث ان انت لما تجي بتلقى النتائج بس يحكوا لكم، حتى انا ما بحتاج انه انا احكي. قال لي طوالي توتالي اجري، ما عندك اي مشكله. بتذكر لما حكيت له امي الله يرحمها في الله ضحكت، قالت لي ما في عروس بتقول كلام زي ده، يعني قالت لي هم هسي هم ذاتهم حيكونوا خايفين وشايلين هم بالتخرطون دي لما تيجي نتعامل معاك. وقد كان انا لما مشيت انا زوله اصلا اتفقت مع زوجي ورسمنا حدودنا في العلاقات، لما انا مشيت حصلوا موقفين ثلاثة وحسمتهم، وبعد كده أنا حالياً 13 سنة أنا زوجة مستقرة مع زوجي والحمد لله، أهله بيحترموني غمة الاحترام، وأنا بنفس الطريقة ترسيم الحدود في العلاقات، وزي ما قلت الاتفاق بين الزوجين أنت تدعمه وهي تدعمك، ده بيخلي الناس عايشين حياة أنا ما بقول بيرفكت، لكن بيكونوا فاضيين بعد كده ليروحهم ولعيالهم ولبيتهم الصغير، خلاص الحاجات البردة هم حسموها بس. ما افتكر عندي حاجه اضيفها زياده على كلام دكتور السلافه، على كلامكم. نشوف كاظم ودالي لو عندهم اي اضافه. احنا ذاتنا الليله كم المايك بعد احنا ذاتنا كنا يعني زي ما بيقولوا اتفاجأتوا؟ كثير جدا. أنا استمتعت جدا بالوقت، كأنكم قاعدين معاي في الشارع كلكم كده. يعني محاضرة شيقة جدا وجميلة. يعطيكم العافية. مفيدة جدا حقيقة يعني. واحدة الحاجات اللي بنعملها في البحثين السودانيين. استفدنا جدا يعني، لأنه
واحده من الحاجات اللي بيعمل الباحثين السودانيين اللي هو النولج شيرنج، والنولج ده بيجي بالاكسبيرينس. بالضبط ايوه نعم. انا حطي دايره اقول المتعه جات يا دكتور كاظم من انه احنا بنتكلم عن تجارب. بالضبط. يعني انا واحده من الامهات سالتني مره وانا بكتب في كاتبه بوست، قالت لي دكتور صلاح انت متزوجه؟ قلت لها انا متزوجه وام لاولاد. فانت لما تحكي عن تجربه بيكون وقعها اكثر، وبتحس انه الناس يعني قريبه منك. ويعني دي حاجه بالمناسبه بصحبه دايما ناس السايكولوجي، انه لما تكون عايش في وضع بتحس انه انت متاذي منه، دايما شوف ناس عايشين معك في نفس وضعك. يعني مثلا في فتره من الفترات انا اخذت 6 سنوات قاعده في البيت ربط منزل زي ما بقول، وام لاولادي الاثنين لحد ما الصغير دخل الروضه. ففي الفتره دي في بدايه شويه نوعا ما اتأزمت انه انا زوله قاعده وزميلاتي تخصصوا وزمايلي انجزوا وكده. فلقيت النصيحه دي انه حاول القى مجتمع، وده كان سبب في اني يعني عرفت ناس جميلين جدا جدا في حياتي كانوا عايشين الوضع ده، امهات كانوا عاملات واقتضى ظروف تربيتهم لاطفالهم او اي ظروف ثانيه انه نقعد مع اطفالهم في الفتره دي. فالحاجه دي خففت مني شديد. فهسي بنفس الطريقه النولد شيرنج زي ما قال دكتور انور، هسي احنا عاملينه ده انا متاكد احنا استمتعنا به، وكمان الناس الحاضرين استمتعوا به معانا. يديكم العافيه. الناس بيقول لكم يعني واصلوا للصباح، وانا عارف انه ما حنقدر نواصل للصباح، لكن حنقدر نواصل السلسله بتاعت تربيه الاطفال، مين تربيه المجتمع، تربيتنا ككل. كلنا محتاجين نتربى. في واحد من الزملاء كان بيقول لي انور يا اخي انا حاسس ان انا تربيت صدفه، يعني ما في منهج. طبعا يعني ده نتكلم بس عن الساينتفك واي الميثودولوجي، يعني ايوه الاكسبيرمنتس العلميه 1+1=2. اي زول بيكتب ورقه علميه ويعمل فيها تجربه، لو ما نشر الورقه العلميه وتكون محكمه ومقيمه كويس، اي زول ممكن يشيل المعطيات اللي خدتها هو في اي حته تاني ويطلع له نفس النتائج، الا واحد يكون علم يعني مش كده. فهو قال لي يا اخي انا يعني ما عارف، انا في لما كان عمري 14 سنه ابوي وامي كان بيقولوا لي يعني بيوجهوني في هذا الاتجاه، ولما كان عمري 7 سنوات قالوا لي هات الكتاب، ولما كان عمري 5 سنوات. وبالتالي انا حاسس نفسي تربيت صدفه. قلت له هي ما صدفه، لكن ممكن يكون في منهج واضح بالنسبه للناس. وانا اتمنى انه سلسله التربيه بتاع الاطفال دي توصل لكل الناس، كل المجتمع بتاعنا، لتربيه تكون مراعيه للثقافات والديانات والإثنيات والقبليات والظروف المختلفه، يقدر يستفيد منها الناس يهو بفضل الخبراء دكتوره سلافه ايثار، بفضل الاباء والامهات الرائعين داليا وكاظم اللي بيقدموا التجربه بتاعتهم، وتتواصل السلسله ان شاء الله. فشكرا لكم وكثر خيركم كثير. ايثار اي كلوزنج ثوت؟ شكرا لكم كلكم، شكرا دكتور كاظم، شكرا داليا لوقتكم، شكرا دكتوره سلافه. وانا عارفه انه كل زول في بلد وكل زول حسي وقته مختلف من الثاني، وشكرا للزمن اللي اديتونا له برغم المسؤوليات الكثيره اللي عليكم. بتمنى اكيد انه نتلاقى ثاني ويجمعنا حلقات ثانيه، وكنا قبل اتفقنا انا ودكتور انور على حلقه المره الجايه صح؟ نعم نعم اتفقنا عليها ولا ما اتفقنا؟ نعم اتفقنا اتفقنا خلاص عليك. اتفقنا ان شاء الله المره الجايه حنتكلم عن دور المدرسه في التربيه، وكيف المدرسه ممكن تاثر المدرسه بكل اللي فيها من المعلمين من الاصحاب من القوانين. شكرا لكم كلكم، شكرا لكل اللي بيحضرونا الليله، وشكرا دكتور انور، وان شاء الله نتلاقى الاسبوع الجاي ونتكلم اكثر عن دور المدرسه في التربيه باذن الله. شكرا جزيلا. ممكن تتابعوا دكتوره سلافه يا اخوانا في البروفايل بتاعها ولا في الهاشتاج راح نربي تعالوا نربي صح، تعالوا نربي صح. ونشكر دكتوره داليا ودكتوره كاظم، وان شاء الله لحد ما نشوفكم الاسبوع الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله. مع السلامه.